مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من كيبورد، ونبداها كالعاده بابرز العناوين. هاشتاج التحالف يخذل الشعب اليمني، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. مجلس الشباب العالمي ينفذ ورشه بعنوان كيف تجد فرصتك. تويتر يختبر ميزتي اونلاين والمحادثه المترابطه. أضيف فقرة الاستضافة اليوتيوبر أسعد العماد. مرحبا بكم. انتشر في الأسبوع الفائت هاشتاج بعنوان التحالف يخذل الشعب اليمني. تفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج، وهدفوا من خلاله إلى إيصال رسالة للعالم أن التحالف خذل الشعب اليمني فيما يخص العملة اليمنية، ولمطالبته بالمقابل التدخل الحقيقي لإنقاذهم. نشوف تفاعلهم. ونروح لتعز، فبدعم من اللجنة الرئاسية ومساندة للحملة الأمنية في ملاحقتها لعصابات القتل الخارجة عن القانون، أقيمت مسيرة لأجل مدينة خالية من عصابات الاغتيال. نشوف صور من هذه المسيرة. انتشرت في فيسبوك لطفلة تحمل حقيبة مدرسية، شطبت من عليها اسم الجهة الخيرية التي منحتها إياها حرجا من زميلاتها في المدرسة. ناشطو مواقع التواصل كتبوا عن هذه الصورة، واخترنا لكم منشور للناشطة أفراح الزوبة، قالت فيه: ماذا لو أرهفنا السمع لقلب طفل أو كبير محتاج ليس فقط للعون المادي، ولكن للحفاظ على كرامته، فتأدبنا في حضرة رغبته وحقه في أن يعيش كريما لا يظهر لغيره مدى فاقته. ماذا سيحصل للدنيا لو أتممنا طقوس إسعاد الناس وتنازلنا عن الشهرة مقابل فرحة تامة نرسمها على وجههم. الصور لشنط مدارس عليها شعارات الجهات المتبرعة قام الأطفال بطمسها. ختمت أفراح منشورها برجاء تقول فيه: نرجوكم ارحموا رحمة كاملة ليس فيها إهانة ولا انتقاص. صورة أخرى من عدن أيضا انتشرت لمجموعة من المحتجين على زيادة الأسعار، وكتب عنها ناشط مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف منشور حول الصورة للناشط حسين السهومي الذي قال:
هذه هي الصورة المثالية والحضارية للعصيان المدني الحاصل في عدن ابتداء من اليوم، وليس بإحراق الإطارات وقطع الطرقات العامة. نتمنى الخير والأمان دائما لعدن وأهلها الطيبين. أما خبر الأسبوع المحزن فهو مقتل المصور محمد الطاهر برصاص قناصة في حي المظفر بمدينة تعز. اخترنا مما كتبه الناشطون منشور الأستاذ عبد الخالق سيف ينعى فيه محمد. وقال الأستاذ عبد الخالق: رحمة الله عليك أيها الشهيد الإعلامي والقناص الطاهري للإبداع والجمال. رحمة الله عليك يا محمد الطاهري، يا من فطرت قلوبنا ورحلت لتترك لنا الصورة الأخيرة لابتسامة إنسان من تعز المدينة القديمة، متجدد الإبداع ومزدحم بالخير والعطاء. وصدقا لن تموت قضيتك مهما ابتسم القناص القاتل وجهز ذخيرته لاصطياد الأبرياء في تعز، لن تموت. وختاما، لا يليق بالشهيد الإعلامي محمد الطاهري أن يدفن هكذا اليوم. وإلى نهم، وفي مشهد أخوي نبيل وتجسيدا للتلاحم بين الجيش الوطني وأبناء الشعب، تم إيصال قافلة غذائية إلى جبهة نهم قادمة من عدن. نشوف صور من هذه القافلة. وضمن نشاطات برنامج بناء وتطوير قدرات الشباب، نفذ مجلس الشباب العالمي الورشة التدريبية بعنوان كيف تجد فرصتك، حيث استهدفت الدورة 40 متدرب ومتدربة من العاملين في المبادرات والمؤسسات الشبابية في مقر المجلس خيمة شباب. نشوف صور من هذه الورشة. وإلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من شركة فيسبوك التي تقاضي شركة بلاك بيري لانتهاكها براءة اختراع إحدى تقنياتها في تصعيد للمعركة القانونية بين الشركتين على التكنولوجيا المحمية. وفي شكوى من 118 صفحة قدمت في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، اتهمت فيسبوك شركة بلاك بيري بسرقة تكنولوجيا الرسائل الصوتية إضافة إلى تقنيات أخرى مسجلة ببراءة اختراع، وتسعى فيسبوك بذلك للحصول على تعويضات. أما تويتر فيختبر ميزتين جديدتين هما أونلاين والمحادثات المترابطة، في تحديث يبدو أن الهدف منه أن يكون موقع التواصل الاجتماعي أكثر ترابطاً بالمحادثات، ويشبه إلى حد كبير تطبيقات التراسل الفوري. وميزة أونلاين تتيح للمغردين معرفة أي من المتابعين متاح حالياً على التطبيق ونشط عليه عبر إظهار دائرة خضراء إلى جانب صورته. أما ميزة المحادثات المترابطة فترتب التعليقات على التغريدات بشكل مترابط، وتظهر أو تظهر كل تغريدة بلون مختلف كي يميز القارئ التغريدات المرتبطة
المرتبطة ببعضها ومن كتبها. ومن الردود يبدو أن المستخدمين أعجبوا بميزة المحادثات المترابطة، بينما لم يوافقوا على ميزة إظهار أنهم موجودون حاليا على التطبيق. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع، نبدأها بمقطع للموهبة الفنية حسام المعصبي. ليش غيرتي لونك يا زمن؟ ليش قاسي؟ ليش غريتي قلبي بين أهلي وناسي؟ ليش غريتي قلبي بين أهلي وناسي؟ كان للوعد قيمة والوفا سيفي ماضي، كان للوعد قيمة والوفا سيفي ماضي، كان صبري العزيمة مثل صبر الرواسي، كان صبري العزيمة مثل صبر الرواسي. مقطع آخر أيضا للموهبة الفنية نور الرهبي. نختتم هذه الفقرة بأغنية بصوت الفنان ماهر العواضي. أشوف جمال القمر تخطر على بالي، ويطول علي السهر والزهد يا حلاجي. أشوف جمال القمر تخطر على بالي، ويطول علي السهر والزهد يحلالي. ويطول علي السهر في البعد يا غالي، أحن لك والهوى نار بتكويني، أقول يا ريت القدر يسعد معاك حالي. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم اليوتيوبر أسعد العماد. أسعد، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك وبجميع السادة المشاهدين. أسعد، طبعا معنا مجموعة أسئلة خفيفة وظريفة عشان نتعرف عليك عن قرب، ثم بنرجع للأسئلة اللي نتعرف عليك كيوتيوبر. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. طيب نبدأ كالعادة بأوصف نفسك بكلمة. شخص يحب الإصرار، يعني شخص مصر. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك. أجمل مكان زرته في حياتك؟ حضرموت. ومكان تتمنى زيارته؟ باريس. شخصية تتمنى مقابلتها؟ مارادونا. وأشخاص حولك داعمين لك؟
أصدقائي وأبي وجميع أسرتي. يخليهم لك. مجال دراستك؟ إيش؟ مجال دراستك؟ إعلام. طب أسعد لو تكلمني عن لحظة سعادة عشتها باختصار. لحظة السعادة اللي عايشها باختصار عندما قابل مع ناس في الشارع، عندما أصنع ابتسامة على وجوههم، في هذه اللحظة أنا أشعر بسعادة لا توصف. والمقابل لحظة حزن عشتها؟ عندما أسمع أصوات الرصاص والحرب. طيب أسعد لو الآن نتكلم عن بداياتك في اليوتيوب. أيوه، بدايتي في اليوتيوب كانت في شهر 4/2017. بدأت في صناعة المحتوى على اليوتيوب بعد يعني بعد فترة كبيرة من التصوير الفوتوغرافي والمجال في مجال الإعلام. من ثم قررت إن أنا أقدم محتوى وأعمله على المنصة في اليوتيوب، فعملت قناة وعملت مقابلات مع الناس في الشارع، كانت عبارة عن أسئلة بسيطة وسهلة وتجارب اجتماعية. ايش اللي خلاك يعني تقرر انك تكون يوتيوبر؟ اولا لان انا عندي هدف اشتي اوصله وهو نشر السلام اولا، وثانيا اظهار ثقافة اليمنيين، اظهار بلد اليمن بشكل جيد، فحاولت ان انا اصور وارفع على اليوتيوب. جميل. طب نوع المحتوى الذي تقدمه وايش حكاية العناوين اللي تحمل سؤال في المحتويات في بعض الفيديوهات؟ المحتوى اللي أنا أقدمه هو مقابلات مع ناس في الشارع، هي عبارة عن أسئلة. العنوان عندما يكون سؤال أصلا هو في الحلقة نفسها يكون سؤال، أنا أنزل الشارع أطرح للناس سؤال وأشوف آرائهم وإجابتهم على هذا السؤال. طيب وكيف وعلى أي أساس تختار مواضيعك وأسئلتك؟ ما فيش يعني حاجة محددة أختار عليها، وإنما أحاول أن أنا أشوف الأسئلة اللي ممكن تتجاوب مع المجتمع بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الصراعات، بعيدا عن التأييد الطائفية، ومجرد أسئلة تجيب الفكاهة، تجيب الحب، تجيب السلام، تظهر مظلومية الآخرين، وبكذا يتم التصوير مع الناس. بالمقابل كيف تقيم تجاوب الناس معك ومع أسئلتك مع التصوير حتى؟ والله تجاوب الناس معي رائع جدا، الناس بيتفاعلوا معي انا انزل للشارع بيشوفون انا اتصور معانا، افرح عندما يقولوا لي تعال صور، اعمل معانا مقابله، اشوف الناس تجاوبوا معي انا افرح جدا واشعر بسعاده. جميل. والله جميل. طيب موضوع حبيت تصوره ربما ولكن ما قدرتش تصوره، ايش هو وايش الموانع اللي منعت؟ والله أنا حابب إن أنا أطور مواضيع بشكل أكبر من ناحية المونتاج، التصوير، يعني أدخل في عالم صناعة الأفلام بشكل أكبر، لكن اللي تمنعنا هي المادة والإمكانية وكل هذا، فنرجع نشتغل ربما بالحاصل. لا أنا قصدي إنه كان في موضوع معين كنت تصور حوله وما استطعتش. في موضوع في الحلقات يعني؟ أيوة، هل ممكن كان موضوع معين ما قدرتش تصوره أو في مانع ما خلاش تصوره؟ بعض الأحيان أكون مثلا شيء عندي مواضيع أو تجارب اجتماعية أشياء أصورها بس ما أستطيعش بسبب الأوضاع الأمنية في لأننا في صنعاء، بسبب الأوضاع الأمنية، فالكثير من المواضيع اللي أنا كنت أشتي أصورها كنسلتوها طبعا. فهمت. أكثر مقطع تحصل على نسبة مشاهدة إيش هو؟ كانت الاعتداء على الأطفال الباعة في الشوارع، كانت تجربة اجتماعية. جميل. وأكثر مشكلة واجهتك أثناء التصوير الميداني؟ أكثر مشكلة واجهتني الناس اللي يقولوا عليهم ناس ظريفين أو منكتين. أيوة قالوا بس يخربوا عليك الفيديوهات ولا كيف؟ لا بس مثلا بعض الاحيان ما يتقبل التصوير، بعض الاحيان يجي واحد يقول ايش تصور، ايش عندك هنا، لمن تصور، يعني هو ما لهش علاقه بالموضوع بس هذا الفضول اليمني. ايوه. طيب اسعد كيوتيوبر يمني من الداخل تصور من الداخل وتعمل محتواك من الداخل بخلاف اغلب اليوتيوبرز اليمنيين، ايش هي الصعوبات اللي واجهتها وانت في الداخل الى جانب الصعوبات الامنيه زي ما قلت؟ أكثر الصعوبات ربما فيش الصعوبات اللي هي موجودة هنا غير يعني صعوبات الإمكانية
يعني والثقافه بشكل عام. يعني بعض الاحيان الثقافه هنا هي مش كبيره جدا لدرجه انك تقدر تطرح مواضيع اكبر، بس هنا ممكن تتماشي مع المجتمع نفسه والعادات والتقاليد اكثر حاجه تعتبر صعوبه لنا. افتهم لي. طيب خلينا نروح نشوف اخر اعمالك في اليوتيوب ونرجع نكمل الاسئله. ايش اخذت منك الحرب؟ الحرب اخذت مني ومن كل يمني اشياء عزيزه كثير. اخذت علينا اشخاص نحبهم، اشخاص اصدقاء، اخذت علينا شعور الامان، اخذت علينا شعور الرضا، اخذت علينا اشياء كثيره يعني ما كناش حتى احنا متوقعين احنا ممكن نخسرها. بس الى جانب هذا كله هي اعطتنا شعور قوي بالمسؤوليه، اعطتنا شعور قوي بالامل، شعور قوي بضروره ان الشخص يوقف من نفسه ويشغل نفسه وكمان ينهض بالبلاد هذه ويحاول ينقلها باي شكل من الاشكال الى بر السلام والامان. يقول لك اخذت مننا كل شيء، اخذت منا عدم الاستقرار في الحاله المعيشيه، عدم الاستقرار في الحاله الامنيه، اخذت كل شيء حلو، خلت حياتي كلها جحيم في جحيم. اخذت مني الامن والامان، وما احناش عايشين مثل اول، عايشين بخوف برعب وما فيش امان. خذ مني اهلي، هم في مكان وانا في مكان، ونحن نازحين، فهمت ولا لا؟ واصبحت ضايع. اشياء كثيره، اولها السعاده، ثانيا خلتنا نعيش حياه عاديين مش يعني مرفعين زحمه الدول الباقيه. خلتنا نعيش في حاله غليان ورعب، يعني ما نقدرش نستقر في بيوتنا، ما نقدرش نجلس في بيوتنا، خايفين من الطيران، خايفين نسمع طيارة وكذا من هذا الشيء. الحرب هذا والله أخذت مني معظم أصدقائي، جيراني. لو نتكلم عن موقف لن تنساه حصل لك وأنت تصور في الميدان، إيش ممكن يكون؟ أنا موقف في التجربة الاجتماعية. عندما عملت تجربة اجتماعية خليته يعني كان في مريض مصاب بالسرطان. على اساس الماره في الشارع يتصلوا الدكتور يسالوه عن نتيجه الفحص ايش عند الوالد. فكان الدكتور يقول لهم عنده سرطان في الدماغ، فعندما كان يقول لهم سرطان في الدماغ كانوا يكلموا الوالد انه ما كلمناش، ما قالش ايش عندك من مرض، يعني كانوا بيكذبوا عليه، ما بيش يصرفوا بالمرض خالص. فكان هناك يعني الناس اتاثرت بشكل كبير، امراه بكت، فانا صرحت ان هذا الموقف انا متذكره دائما وما نسيتوش. جميل. بالنهايه الانسانيه ما ماتتش رغم اللي حاصل، رغم الحرب الانسانيه ما زالت موجوده والحس الانساني. طيب اسعد، لو نتكلم عن اليوتيوبرز وبرايك ما هي اهم صفه في اليوتيوبر كي يصبح يوتيوبر ناجح؟ اهم حاجه الفكره والمحتوى بشكل عام اللي يقدمه. طيب ايش هي معايير المحتوى الناجح من خلال تجربتك في اليوتيوب؟ الفكره واختيار الافكار المناسبه في المكان المناسب، مثلا يختار افكار مناسبه لليابان، مثلا مش ممكن احنا نفعل فكره عملوها في دوله اخرى مثلا دوله اجنبيه او غيرها ونجي نفعلها في اليابان هي مش مناسبه لنا. فكذا المعايير تكون هنا غير واضحه وممكن يفشل الشخص. جميل. طيب لو قلنا لك تذكر لنا ثلاثة أسماء يوتيوبرز يمنيين نجحوا في إيصال محتوى مفيد، منهم؟ أنا أعتقد إنه يعني برغم مش مجاملة ولا أي حاجة، أشوف إنه مازن الثقاف. جميل. أشوف إنه عز الدين عارف. وعياش شوي. طيب أنت تكلمت عن هدفك أو رسالتك اللي تشي توصلها عبر دخول اليوتيوب. تعتبر انك استطعت ايصال الرساله هذه؟ اعتقد اننا في طريق الى ايصال الرساله، ربما الرساله لم توصل بشكل كامل لكن انا الان في الطريق الى ايصال الرساله. وبالنسبه لخططك المستقبليه؟ خطه في اليوتيوب او خطه فين؟ ايوه في اليوتيوب اول شيء. ممكن تقول في الحياه عامه بشكل عام. انا خطتي في اليوتيوب اتمنى ان انا الان
اتمنى ان انا اعمل مستوى اكبر من هذا، لان انا على صدد ان انا اسافر محافظات يمنيه اخرى اصور فيها مقابلات. انا قد نزلت محافظه الحديده صورت هناك بعض المقابلات، الان انا ربما اكون في إيب او في تعز او في اي منطقه اخرى في محافظه اجري لقاءات مع الناس. جميل، كلمه اخيره للشباب اليمني اسعد. كلمة أخيرة للشباب اليمني، أي حد عنده فكرة أو عنده موهبة يحاول ينميها ويطور نفسه ولا ييأس ولا يخلي أي عقبة توقف أمامه، يواصل المسير فقط. رائع جدا، أشكرك جزيل الشكر أسعد. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلاتكم معنا عبر صفحة البرنامج الظاهرة رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركركما، هي لكم من معدة البرنامج وكافة الطاقم، إلى اللقاء.